صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. تثبت المقاومة الفلسطينية مرة أخرى استحالة النيل من عزيمتها مهما بلغ طغيان وتجبر العدو المحتل. وبإرادة لا تلين تكتب المقاومة في فلسطين فصلا جديدا من فصول البطولة والنضال، عنوان مشاهده طوفان الأقصى. مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الثالث، كثفت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها الهمجي العشوائي على سكان قطاع غزة العزل، حيث شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت منازل وأبراج ومساجد في مدينة غزة وبيت حانون وبيت لاهيا وخان يونس ومناطق أخرى في القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 465 فلسطينيا بينهم أزيد من 90 طفلا و61 امرأة، إضافة إلى 2300 جريح، فيما أدت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إلى سقوط 14 شهيد في كل من قلندية والخليل ورام الله بالضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية من جهتها تضرب بيد من حديد وتكسر غرور العدو الصهيوني، محققة انتصارات تاريخية وغير مسبوقة على الأرض، حيث لا تزال عناصرها تشتبك مع قوات الاحتلال على جبهات عدة في الداخل الإسرائيلي المحتل، مخلفة أزيد من 750 قتيلا في صفوف العدو. حصيلة ثقيلة ودمار كبير في المنشآت والمباني السكنية، والمقاومة الفلسطينية تكسر غرور العدو الصهيوني، محققة انتصارات تاريخية وغير مسبوقة في انتفاضة طوفان الأقصى. مراسلنا من الأراضي الفلسطينية وسام أبو زيد. ما هذه الغارة إلا واحدة من مئات الغارات الإسرائيلية على المنازل والأبراج السكنية، والتي باتت مقاتلات الاحتلال تصب جام غضبها على المدنيين الفلسطينيين شيوخا ونساء وأطفالا، وذلك بمناطق متفرقة بقطاع غزة، والحصيلة دائما في ارتفاع بأعداد الشهداء والجرحى. هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات تم التعامل معها في مستشفيات قطاع غزة التي رفعت حالة الجهوزية إلى الدرجة القصوى باللون الأحمر، استنفرت كافة الطواقم الطبية، استخدمت ما يتوفر لديها من إمكانيات متاحة وحولتها باتجاه أقسام الطوارئ والأناية المكثفة وغرف العمليات. وهنا مئات العائلات الفلسطينية تفقد المأوى وتنزح إلى أماكن أخرى في مدينة لم يعد فيها أمان سوى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يحتمون بها من حمم القذائف التي تهاوت عليهم وهم في منازلهم، وما زال بعضهم يبحث بين الركام على مقتنيات يكملون فيها معركة طوفان الأقصى. شفت الأهداف إسرائيل وبنك المعلومات تبع إسرائيل اللي هو محلات أحذية، محلات كنادر، الله يكرمكم، محلات كنادر بحربوها إسرائيل في 2016، محلات ملابس بتحاربها إسرائيل في البيت 52 و35، هذا إجرام كبير كبير. يعني عندي 4 أطفال بشدوا فيها برجلي وزوجتي مغمى عليها، بحاول أنه أنا أصحي زوجتي، ودخنت البرج عنا والردم والإصابات اللي عنا والجيران بيصرخوا هاي مصابة وهذا مصاب وهذا من إجزاز، فكانت الأمانة الأمور كتير صعبة صعبة، وأنا أول مرة بشهد هيك عدوان وهيك افترى وهيك غطرسة. أما المقاومة الفلسطينية فكان ردها على الأرض بتفجير دبابات على الحدود ومن الجو عبر إطلاق عشرات القذائف الصاروخية في وقت يعترف فيه الاحتلال بقتل نحو 600 قتيل وفقدان 100 آخرين ما زال مصيرهم مجهولا. فمهما كان هول الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إلا أن الشعب الفلسطيني يؤمن بأن الضربة التي لا تقسم الظهر فإنها حتما ستزيده قوة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
ومع تسارع الأحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا فجر اليوم، وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن الوقت قد حان للوقف الفوري للعنف وسفك الدماء وإنهاء الإغلاق المفروض على قطاع غزة وفتح الأفق السياسي، متسائلا عن الحماية الدولية التي من المفترض أن تكفل للشعب الفلسطيني. هذا فيما تتوالى ردود الفعل الداخلية والخارجية المنددة بالانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، محملة الكيان الصهيوني تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة إلى حماية الشعب الفلسطيني الأعزل. ملك سحقي. هي ليست صواريخ المحتل ككل مرة تدق الأعناق في غزة والضفة الغربية، لكنها اليوم طوفان لم يحسب حسابه بنو صهيون، ضربة محكمة لكتائب القسام بعد أن تجرعت فلسطين من كأس ظلم الأعراف الدولية وصمت المجتمعات طيلة 70 سنة كان فيها الاحتلال الحاكم هو الجلاد. وفي معركة غير متكافئة شنت طائرات الاحتلال هجوما عشوائيا وهمجيا على قطاع غزة، مخلفة حصيلة ثقيلة قاربت 400 شهيد ونحو 2000 جريح. توالت ردود الأفعال الدولية على خلفية الهجوم الأرعن، وعلى رأسها جاءت مشاورات مغلقة وطارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع. يسعى أعضاء المجلس من خلالها لتهدئة الوضع والاحتكام إلى مفاوضات تقضي إلى حل الدولتين. وطالبت فلسطين بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهته المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإغاثة المحاصرين في غزة. انتفضت فلسطين في مشهد أشبه بحرب أكتوبر 73، لكن على وزن أثقل بكثير مع اختلاف العدة والزمن. فاليوم لم يعد أطفال الحجارة يحتكمون إليها في ردهم على العدوان، والمشهد المرتقب أخذت فيه فلسطين زمام الأمور بالقوة والسلاح الرشاش، فالحديد بالحديد يفلح. سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيط الذي دمر منزله في الغارات الإسرائيلية شمال قطاع غزة أكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع في ظل تنكر الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. مقاومة الاحتلال حق مشروع، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، سيما في ظل تنكر حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم تجاوبها مع أي من المبادرات الدولية أو العربية التي تم طرحها من أجل الوصول إلى تسوية تضمن الحياة الكريمة وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. الجزائر من الدول الدائمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، لا تنتظر الجزائر جريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي حتى تقوم بإدانتها، وإنما الجزائر دائما وأبدا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أحيت الجزائر أمس اليوم الوطني للدبلوماسية المصادف للثامن أكتوبر من كل سنة، تاريخ انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة ورفع العلم الجزائري بمقرها عام 1962. وفي المحطة تأكيد للمبادئ الراسخة للدبلوماسية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ونصرة القضايا العادلة واعتماد الحلول السلمية والمقاربة التنموية في فض النزاعات. أحمد خيرت. هي وليدة حرب التحرير الوطنية وملهمة بالمبادئ الأساسية لبيان 1 نوفمبر وميثاق الأمم المتحدة، متميزة بالاستقامة والالتزام المثاليين في احترام هذه المبادئ.
تلكم هي سمة الدبلوماسية الجزائرية المشهود لها بالتميز والفاعلية في إدارة مختلف القضايا والملفات. وفي صفحات التاريخ نجحت الدبلوماسية الجزائرية في تسجيل العديد من الإنجازات في الكفاح من أجل دعم حق الشعوب في تقرير المصير والتسوية السلمية للنزاعات وترقية الحوار والتفاوض. لقد استعادت الجزائر صوتها في أكمل صورة، فهو الصوت المحترم والمطلوب والموثوق والمستمع إليه، ولم يتأتى هذا إلا بعد تحرك آلتها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، خاصة على المستوى الدولي، وذلك في محاولة منها لحل العديد من القضايا التي بات يعرفها العالم. وفي ظل التطورات المتسارعة والمتغيرات الكبيرة التي توجب الحكمة والرصانة والعقلانية في إدارة الملفات، لقد ساهمت الجزائر وبفضل نجاعة دبلوماسيتها في تحقيق ودعم السلام من خلال حشد الجهود والموارد لحل عدد كبير من الأزمات. فعلى غرار اتفاق 1975 بشأن النزاع بين العراق وإيران وتحرير الرهائن الأمريكيين عام 1981، وكذلك اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، وكذا في مالي وليبيا، ها هي الدبلوماسية الجزائرية اليوم ترمي بثقلها في أزمة النيجر وتساهم بشكل فعال في تقريب الرؤى بين مختلف الأطراف وتجنيب المنطقة والقارة الإفريقية خيارات العسكرة ومحاولة تحويل الدول إلى مناطق للصراع والنزاع من قبل أصحاب المصالح الضيقة. الدبلوماسية بالنسبة للجزائر هي الأداة التي سمحت بالبروز على الساحة الدولية وإسماع صوتها، كما أن الجزائر الوفية لمبادئها والثابتة على مواقفها لم تحد يوما عن نهج عقيدتها المتمثلة في تسخير تجربتها وخبرتها وإمكانياتها لفائدة البلدان التي لا زالت ترزح تحت نير الاستعمار والقضايا العادلة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسماح لهم بافتكاك استقلالهم. هذا وأشرف أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمقر وزارة الشؤون الخارجية على مراسم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية، حضرها مستشار رئيس الجمهورية وإطارات وزارة الشؤون الخارجية وأعضاء سلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وبالمناسبة ألقى وزير الشؤون الخارجية كلمة ذكر فيها بجهود الجزائر الدبلوماسية لإحلال السلم والأمن إقليميا ودوليا على أساس مبادئ عقيدتها الدبلوماسية الثابتة. الاحتفالية شهدت عرض شريط وثائقي وتنظيم معرض للصور وكتب تاريخية توثق لأهم المحطات الفارقة في مسار الدبلوماسية الجزائرية. إن بلادنا مدين لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون دين العرفان على العطاء والاعتراف به لما أضافه من تحولات نوعية ومن تكييفات صائبة في سياستنا الخارجية، فهو الذي زاد سياستنا الخارجية تجذراً في المراجع والمبادئ والقيم التي أفرزتها ثورتنا التحريرية والتي تشبعت بها دبلوماسية الدولة الجزائرية المستقلة السيدة. وبالمناسبة مجلة الجيش تسلط الضوء على الانتصارات الفارقة للدبلوماسية الجزائرية ضمن افتتاحيتها بعنوان من أجل عالم متعدد الأقطاب، حيث استعرضت الجهود المضنية التي بذلتها دبلوماسيتنا منذ ثورة التحرير المظفرة ورصيدها النضالي وتجربتها الثرية بمواقف مشرفة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سونيا جاسي. 61 سنة تمر على انضمام الجزائر إلى هيئة الأمم المتحدة أشهراً قليلة بعد استعادة حريتها. من هذا المنطلق استعرضت افتتاحية مجلة الجيش المعنونة من أجل عالم متعدد الأقطاب مسار الدبلوماسية الجزائرية ومواقفها الثابتة والمبدئية الرامية لإحلال السلم والأمن في العالم.
هذا التوجه مكن الجزائر، تكتب افتتاحية المجلة، من تحقيق انتصارات فارقة أبرزها انتخابها قبل أشهر بأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وعلى نهج الرئيس الراحل هواري بومدين، رفع السيد رئيس الجمهورية في خطاب شامل تضمن رسائل قوية خلال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الصراعات والأزمات قد بلغت مستوى غير مسبوق حولت العلاقات الدولية إلى مواجهات وصدامات، وأمام هذه الصراعات الجيوسياسية ضعف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة في دوره المحوري الذي قامت عليه الأمم المتحدة. وتضيف افتتاحية المجلة أن الجزائر دعت على لسان رئيس الجمهورية إلى إعادة تفعيل وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات. وجاء أيضا في الافتتاحية أن الجزائر أمام فرصة تاريخية لحشد الدعم من أجل نصرة القضايا العادلة والدفاع كما فعلت دوما عن حقوق الشعوب التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني والصحراوي، من خلال العمل باتجاه إصدار قرار يعزز حلا للدولتين. ووفق المنظور ذاته، عبر الفريق أول السعيد شنقريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن هذا التوجه السليم المتوافق مع حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواصلة مسار اكتساب موجبات القوة دفاعاً عن السيادة الوطنية، حيث أكد أن الإنسان الجزائري الأبي لا يزال يواجه كما في الماضي تحديات الأمس، ولا يزال يتحلى بنفس العزيمة والإصرار على الحفاظ على قراره السيد. في موضوع آخر، شكلت انشغالات الطلبة والأساتذة والشباب والموظفين والصحفيين وكذا المسائل المتعلقة بالرقمنة والتنمية المحلية شكلت محور الندوة الإعلامية التي نظمت أول أمس في إطار الاستراتيجية الجديدة للتواصل بين الحكومة والإعلاميين وإبلاغ الرأي العام بأهم التطورات والأرقام في المجال التنموي. خالد حاج جلالي. في منحة تصاعدي إيجابي قدمت القطاعات الحكومية أرقاما شاملة وتفاصيل دقيقة عكست سياسات وقرارات اتخذها السيد الرئيس حول قضية حيوية تتعلق بالتوظيف الذي كان محل انشغالات وتساؤلات الصحافة الوطنية أمام أعضاء الحكومة. فحول سؤال خص الرقمنة، صرح القائم على قطاع التعليم العالي أن تسجيلات هذه السنة تمت بصفة ورق ونظمت باستعمال بنك المعلومات، فيما يحصي القطاع أزيد من 284 مشروعا مبتكرا والرهان على 10,000 مؤسسة اقتصادية نهاية هذه السنة. وحول سؤال خص الصحافة الإلكترونية أجاب محمد العقاب أنه ينظر إلى الإعلام في شكله المتكامل، وأنه بعد الانتهاء من مناقشة القوانين أواخر هذا الشهر سوف يتم تنصيب سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو ما يساهم في حل العديد من الإشكاليات. وزير التربية الوطنية يؤكد للصحافة أن إرادة الدولة قوية في دعم المدارس الخاصة ومرافقتها وتمكينها من كل الأدوات، وأن القوانين التي تحكمها تتفق ووجوب تطبيق برنامج التعليم الوطني في هذه المؤسسات، وهو ثقافة وهوية وتاريخ المجتمع. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكد من جهته للصحافة الوطنية أن نحو 10,000 مؤسسة مستحدثة تقدم اشتراكاتها للضمان الاجتماعي والضرائب معا، وهي مؤسسات مسؤولة تحافظ على العمل وفترة ما بعد التقاعد للعامل. دوليا وفي الشأن الصحراوي، تواصل قوات الاحتلال المغربي التصعيد في الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال فرض طوق أمني مشدد على منازل المناضلين الحقوقيين الصحراويين وممارسة شتى أنواع القمع والتنكيل الجسدي والترويع النفسي
باستعمال كافة أجهزتها الأمنية على غرار استهداف منزل الحقوقية الصحراوية محفوظة الفقير التي يتعرض منزلها منذ أسابيع لحصار من قبل قوات القمع المخزنية. في أفغانستان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أول أمس منطقة هيرات غربي البلاد إلى أزيد من 2445 قتيل و 9200 جريح. الزلزال الذي بلغت شدته 6.3 على سلم ريشتر تسبب في دمار 13 قرية ونحو 600 منزل ودفن مئات المدنيين تحت الأنقاض، إضافة إلى تشريد أكثر من 4000 شخص بحسب تقديرات أممية. احتضنت ولاية عنابة فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 25 المتزامن مع انطلاق الملتقى العلمي بشعار القرآن الكريم وحماية الأسرة والمجتمع. نور الدين بن عبسة. علاء جاء ليعتلي منصة المشاركة في مسابقة القرآن الكريم وكله رغبة في النجاح. شاركت في الفرع الثاني ولله الحمد، فرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد كاملا، وأطمح أن أكون ممثلا لدولة الجزائر في المحافل الدولية والعالمية. أماني فازت في التصفية المؤهلة للأسبوع الوطني للقرآن الكريم وحضرت لتفتك مرتبة مشرفة ضمن المتسابقين والمتسابقات. شاركت في الفرع الخامس في المسابقة النسوية حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد. الحمد لله حفظنا القرآن الكريم منذ الصغر، دائما مع الاستعداد والمراجعة. شاركت في عدة مسابقات وإن شاء الله أتمنى الفوز بإحدى المراتب الأولى الثلاث في هذه المسابقة. 60 متسابقا ومتسابقة ضمن 6 فروع لحفظ القرآن الكريم، ربع قرن يمر على أول طبعة لأسبوع القرآن الكريم، وهذه المرة اختيرت لاحتضانه عنابة. لكي نتدارس على مائدة القرآن وهديه القويم موضوعا نرى بأنه من أجل وأقدس الموضوعات خاصة في يومنا هذا، إنه القرآن الكريم وحماية الأسرة والمجتمع. لا ما تريده أيادي عابثة تريد للإنسان أن ينحدر ثم رددناه أسفل سافلين. 9 من بين الأساتذة المحاضرين هم من الأئمة الدكاترة والمرشدات الدينيات الدكتورات، هذا حتى يقدموا خلاصة أبحاثهم في هذه الموضوعات لزملائهم من السادة الأئمة، والذين بدورهم سيتولون تبليغ هذه الرسالة للمجتمع. 3 من كل فرع سيعلن على فوزهم وتوصيات مرتقبة مع نهاية هذا المحفل الكبير. إلى الرياضة، وعشية انطلاق تربصي الخضر التحضيري المقرر اليوم الاثنين للمباراتين الوديتين مع منتخبي جزر الرأس الأخضر ومصر، نشط أمس الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية بالمركزية التقني بسيدي موسى تطرق فيها إلى أهمية هذه المحطة التحضيرية. في القائمة الحالية المعنية بتاريخ الفيفا الحالي نجد مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم التواجد في العديد من تواريخ الفيفا السابقة، فمنطقيا هذه المجموعة ستكون معنية بالمشاركة في كأس إفريقيا المقبلة. لكننا سنواصل العمل، سنواصل تحسين المردود، خاصة وأننا على بعد شهر واحد من أول مبارتين لتصفيات كأس العالم، وحينها سنكون بشكل أكثر في حيز العمل الجاد وبشكل أقل في حيز التجربة من خلال إشراك العديد من اللاعبين واللعب بتشكيلات مغايرة. هذا ما سيكون عليه الحال خلال موعد شهر أكتوبر الجاري. Donc voilà, 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 voilà comment cette date du mois d'octobre va être établie. بالتوفيق إن شاء الله. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، يومكم موفق، إلى اللقاء.